السلام عليكم. اليوم راح نشوف الاشغال تاع التهيئه تاع الشاطئ على مستوى فيرتريف ببلديه برج الكيفان. وهنا نشوف ترافو دو بروتيكسيون دو سيت دو ليدو او نيفو دو لا بلاج لا سيرين ترافو داميناجمون. هذه هي. اذا نشوف نروح نشوف الاشغال تاع التهيئة تاع الشاطئ هذا. إذن هذا هو. وعلى كل حال الأشغال هذه تدخل في إطار التهيئة نتاع كامل خليج الجزائر من منطقة الصابلات إلى من منطقة الصابلات من هنا إلى كل الساحل حتى منطقة تامن فوست على امتداد حوالي 20 أو 30 كيلومتر تاع التهيئة. إذن هنا نشوف باللي المنطقة هذه ما يسمى بفيرتريف تم توسيعتها هنا بحوالي 50 متر 40 إلى 50 متر تاع التوسيعة تاع الشاطئ. نشوف باللي داروا حاجز اسمنتي ابن. هذا هو الحاجز. ثم كل هذه الأرضية هنايا سوف تسوى، يكون فيها شغل كورنيش ولا بروموناد لتستمر من هنا باتجاه جامع الجزائر ومنطقة الصابلات. إذن هذه هي التهيئة تاع الفيرتريف، ما يسمى منطقة الفيرتريف. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.